السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. بالنسبة لهذا الفيديو حاولت يعني كل نهار كنصور شي حاجة، درت شي وصفة ولا شي اقتراح ولا شي روتين راه كنصورو. صافي هنايا قلت غادي نجمع هاد المقاطع كلها وننزل لكم فيديو ان شاء الله بحول الله، باش هكذا يعني نبقاو دائما على تواصل باش ما نغبرش على القناة، راكو عارفين الظروف. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبة لهاد الروتين او هاد الاقتراحات اللي غادي نشارك معاكم ولا هاد الروتينات، ديال هاد الايام كلها من الخميس حتى السبت، خميس والجمعة والسبت كل نهار حاولت نصور فيه شي حاجة. المهم هنا صورت معكم مسمنات، راه كلشي تبارك الله الاخوات كلشي كيعرف يصوب المسمن. المهم هو نشاركوا معكم لا فيديو صافي. المهم بعدا كنستغل الفرصه وكنسلم على الاخوان والاخوات المتابعين القناه ديالي الاوفياء اللي مساندينني يعني من ديما وكيشجعوني بالتعاليق ولا بالتعليقات ديالهم زوينه. الله يخطيكم عليا يا ربي، الله يغنيكم، الله يعطيكم حتى يغنيكم يا ربي، والله يعني يوفقكم لاي حاجه كتمنوها يا ربي. وكنرحب ايضا بالناس اللي دخلوا جداد القناه ديالي، مرحبا بكم، الف مرحبا، الله يخطيكم عليا. كنتمنى ان شاء الله يدوم هذا التواصل بيناتنا يا ربي. بالنسبه لبعض الاخوات اللي كيدخلوا عندي من قنوات اولا من عفوا من دول عربيه، الجزائر، تونس، مصر، الله يخطيكم عليا، شكرا للدعم ديالكم. واش غادي نقول لكم، والله العظيم الا كنتونس بكم، شكرا شكرا لكم بزاف. وزعما يعني بكل فرح الا كان مثلا شي كلمه هكذايا في لا فيديو ما فهمتوهاش، ماشي مشكل يعني تكتبوها لي في التعليق وانا نجاوبكم، لان راه اش غادي نقول لكم، كل لهجه وعندها يعني الفوكابولير ديالها ولا داك المصطلحات اللي كتستعملوا فيها. واخا يعني اللهجات متقاربين، ولكن بعض المرات كيكونوا بعض الكلمات كما كيوقع لي حتى انا، بعض المرات كنكون كنتفرج لشي فيديو ديال شي اخت مثلا جزائريه ولا تونسيه، بعض الكلمات ما كنفهمهمش. وش غنقول لكم، بعض المرات كنكتب لشي اخت مثلا كنقولها شنو هاد السميه، شنو كتعني عندكم، واش هي هادي وهادي. المهم هكذا باش كنزيدو نتقربوا من بعضياتنا ونتواصلوا مع بعضياتنا، لان ما يمكنش انا نغير من اللهجه ديالي باش واحد اخر يفهمني. كل واحد يعني كيحتفظ بالهويه ديالو باللهجه ديالو، ولكن نحاول يعني اللهجه ديالنا تكون يعني متقاربه باش كلشي يفهمنا. وتبارك الله راه كيتابعوا القنوات ديالنا حتى الناس من برا، يعني من باكستان، افغانستان، من دول اوروبيه يعني اوروبيين، وبزاف ديال الناس يعني كيتابعوا القنوات ديالنا. وسبحان الله راه اش غنقول لكم، داكشي اللي في القلب راه كيوصل للقلب، واخا تكون يعني اللهجات مختلفين، راه الانسان اون فوا كيشوف قدر كاع مثلا نكون كنتفرج لشي قناه ونزول كاع الصوت وكنفهم شنو كاين وشنو داير في لا فيديو بلا ما نسمع يعني اللهجه بلا حتى شي حاجه. المهم الله يخطيكم عليا، شكرا لكم بزاف، سمحوا لي طولت عليكم في الهضره. المهم ملي كنبدا نعبر ما كنتقاضاش، باش نضحكوا شي شويه. المهم شاركت معكم المسمنات، شفتوهم يعني كيفاش جاوا. هاد المسمنه هذه اللي كتشوفوها يعني محمره مزيان ومقرمشه، راه هذيك صوبتها على حسابي انايا، غادي يعني غادي نحاول ناكلها غير داك القشيرات. راه شحال مره قلت لكم عندي مشكل المعده، والله يشافي الجميع، الحمد لله والشكر لله. هنا كي جيت من الخدمه صافي بعدا قلت غادي نرد هذا المريقه ديال الكسكسو الطيب. درت هنا واحد الطريفات ديال الدجاج، جوج بصيلات مصطين، واحد مطيشه وحده، شويه ديال هذا الحمص والعطريه وزويته وصافي مليحه، غنخلي هادشي يتشحر مزيان. هذه التفويره الاولى كنت وجدتها الصباح، عاد مشيت ما كندير هذا الذرة مع السكسو. وهنا شاركت معكم من يوم الجمعه حتى رجعت من الخدمه، كنخرج الحمد لله يعني هاد التوقيت اللي رجع عندي هاد العام، مهم من نهار الجمعة خصوصا كنخرج في 10:30 الحمد لله والشكر لله. مهم كنت وجدت ديجا هذا
الكسو ديالي فورت الصغيره الاولى. دابا نجي غير نكمل صغيه يعني التحضيرات مع الوحده. تقريبا كان السكسو ديالي كلشي موجود. المهم السكسو راه كلشي كيعرف يعني المغربيات كلهم تبارك الله عليهم كيعرفوا يوجدوا سكسو. المهم انا غير كنشارك معكم هكا طريقتي وكل مره كيفاش كنديرو كل مره باش كنخضرو. وتكون هذا النوع هذا رجع عندي معتمد. كندير سكسو العادي كنخلطو مع السميده ديال الذره. والله العظيم الا كيجي لذيذ واحد البنه فيه ما تشبعوش منه واخا كاع ديروا له يعني غير اي حاجه باش يعني ديك المريقه اللي غتوجدوا له ولا داك البلول باش ما درتوه كيجي بنين. هنا حتى طاب لي اللحم خليت بعدا اللحم طاب صافي وزولته عاد غندير الخضره. هاد النهار جبنا يعني القريعه كاين لي الشو كاين درت غير واحد شويه ديال الخيزو لانه صراحه الخضره غير كتبقى لي ما كياكلوهاش مالي للدار. غير كنبغي نزوق بها القطيعه وصافي. بحال دابا خيزو القرعه الخضراء ما ولفت ما كتاكلوليش كاع الا كليتهم انا وصافي. كياكلو غير القريعه وهذا والبطاطا. الدراري كتعجبهم البطاطا حتى لي الشو ما كاينش اللي كياكلو. المهم غير كيطلقوا داك اللذه ديالهم في ديك المريقه وصافي. صافي من بعد درت الخضيره غادي نشد عليها الكوكوط راه في البلاصه كطيب. نحسبوا لها واحد ربع ساعه من بعد ما تصفر الكوكوط صافي راه كتكون طابت. شويه ديال الربيع صافي حتى طابت لي الخضره مزيان. درت بعدا كاين الحمص راني قلت لكم في الاول. عززت لها الحيمه هنا غير واحد 5 دقائق غير باش تسخن يعني داك اللحم يسخن وصافي. الدجاج هذا درت صدر ديال الدجاج صافي. من بعد كنسقي القصيعه ديالي اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم نهار الجمعه الحمد لله يعني تقريبا النهار الوحيد في اللي كنتلاقاو فيها هكذا في الغداء من غير الحد بطبيعه الحال. ودابا حتى السبت رجعنا يعني كنجتمعوا الحمد لله. هذه نعمه من عند الله. العام اللي قبل العام اللي فات كنا نهار السبت زوج ديالي كيمشي للخدمه بكري وكنبقى غير انا والدراري. المهم هذا العام الحمد لله والشكر لله. وهنايا من بعد ما شاركت معكم نهار الجمعه شنو طيبت ما عاودت شاركت معكم حتى شي حاجه. هنايا السبت في الليل كنا خرجت انا وبنتي مشينا قضينا شي غرض كان خاصها شي حويجات خديتهم لها. زوج ديالي مشى عاود تقضى لينا. المهم انا راه قلت له الدنجال والفلفله كاينين وهو مشى عاوتاني جاب الدنجال وكاين ماشي مشكل. دابا نشارك معكم واحد الطريقه كنديرها الا كانت عندي هكذا. بحال دابا الدنجال كان عندي مازال من التقضيه القديمه غادي نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. جاب هنايا السلاوي البطاطا الحلوه مطيشه والعنب بطبيعه الحال تبارك الله هذا هو وقته ما بقى له والو غادي يعني ما غاديش يبقى كشي علاش كنستغلوا يعني كنجيبوا العنب بزاف صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه ل سميتو السفرجل راه ديجا باقي عندي ديال التقضيه الفايته والله مازال كاع ما طيبتوش ما لقيتش كاع الوقت باش نطيبو. وعاود زادني هاد المره السفرجل المهم خصني شي وقيت ان شاء الله نطيبو لهم هكذا باللحيمه مع السفرجل كتجي واعره كتجي زوينه بزاف. المهم هذا السفرجل الجديد هو اللي محطوط في داك البلاطو والقديم هو اللي محطوط في داك الشبيكه البيضاء. صافي هنايا بغيت نوجد لهم العشاء وجاب لي حتى هذا لادان دوك الشيء وحتى نشارك معكم ان شاء الله فيديو اخر. اليوم خدني خديت واحد شويه من الكفته شرملتها بالعطريه ديالها عاديه ودرت واحد شويه من السوسيس. كاين اللي كيبغي السوسيس كاين اللي كيبغي الكفته باش نوع لهم صافي. هنا شديت واحد البصله كبيره شلطتها بهذا الشكل صافي وشحرتها مزيان. ومن بعد غنضيف لها لاصوص طوماط. هذا لاصوص طوماط كنصاوبها راسي غادي نشاركها معكم. ملي صورتها غير درتها فيديو خاص غادي كنت وجدت البيتزا صورت لها فيديو من بعد ان شاء الله ندير لها مونتاج. عندي بزاف ديال لي فيديو والله ما عرفتش من مور هذا. بعدا غنشارك معكم واحد الفيديو مميز من مور هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله يا ربي تقدر لي. بعدا غير ندير له المونتاج. النهار اللي كندير المونتاج نهار الاثنين الصباح والعشيه عندي الخدمه وثلاثة الصباح عندي خدمه. المهم غادي نحاول ما امكن ندير له المونتاج ان شاء الله نهار الثلاث في العشيه ولا ملي نجي من الخدمه. صافي هنا من بعد ما طابت لاصوص مع البصله درت هذا الكفته ديالي كفته دلادان ماشي ديال البقري مع شويه ديال الصوصيس
تقرب الطيب، وزد لها واحد شويه ديال زيت البلديه ولا زيت الزيتون، صافي. كانت هذه هي العشيوه ديالنا، هذا السوسيس مع داك الكفيته طيبين في لاصوص، جات واحد العشيوه زوينه رائعه. هناك توجد الفريت، وهنا قالت لي بنتي حطينا الفريت من الفوق. صافي قلت لها ماشي مشكل، المهم كان هذا هو العشاء ديالنا. كنتمنى الاعجاب ديالكم، كنقول لكم مع السلامه.